نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. من أرض مكة مشرقاً كالكون زينه الهلال. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم المكرمة. وفي مسارات هذا البرنامج نستضيف في مسارات هدايات مكة فضيلة الشيخ محمد سليم الصبحي، الضيف الدائم لهذا المسار. حياك الله يا شيخ محمد. سلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله دكتور، شرفتنا وانستنا. اهلا وسهلا. كيف حالك شيخ محمد؟ انا سعيد بكم حبيبي في قناه مكه، نسال الله تعالى يجعلها مباركه في البلد المبارك، في الارض المباركه، بجوار الكعبه المباركه، بجوار زمزم. ان اول بيت وضع الناس للذي ببكه مباركه. نسال الله تعالى ان تحل البركه على بلادنا واهلنا وقادتنا وقيادتنا وحدودنا. اللهم امين. شيخ محمد، في بدايه هذا اللقاء نريد أن نسأل سؤال عن قضية القبلة. هل صحيح أن القبلة هي عنوان المسلم؟ نعم، لا شك أن القبلة عنوان كل مسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو في ذمة الله وذمة رسوله. ولا شك أن قول النبي واستقبل قبلتنا فهو عنوان المسلم. القبلة عنوان المسلم، هوية المسلم استقبال القبلة. القبلة هي الجهة التي يتوجه إليها المسلم عند أداء الصلوات، هذا شرط لصحة الصلاة. القبلة هي التي يتوجه إليها حتى عند عقد العقود، عند الدعاء، عند ذبح الذبيحة، عند كذلك أي أمر يراه أنه بحاجة إلى مساعدة الله وأن الله يعينه فيه تجده يتوجه إلى القبلة، لأنه يجد التوجه إلى القبلة فتحا ونصرا وخيرا وبركة. من أجل ذلك القبلة هي عنوان المسلم، وهي كذلك هوية للمسلم. والقبلة هي كذلك عندما يقف المسلم لو كان في آخر نقطة في العالم، يقف للصلاة أمام هذه القبلة ويتوجه إليها، يبث أحزانه وشجونه وآلامه وأفراحه بين يدي الله. ما بين القبلة ووقوف المسلم تجد بينهما تاريخ من الجمال والجلال والدعاء والعبادة والخشوع والخضوع، لأن الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين خاشعين متذللين مقبلين تجاه القبلة. نعم، القبلة كذلك هي مأرز لكل مؤمن يريد أن يناجي ربه، يريد أن يدعو ربه، يريد أن يخرج ما في نفسه بين يدي الله، ينثرها بين يدي الله. هي باب من خلالها، من خلال هذه القبلة يدخل إلى الله سبحانه وتعالى. أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل وأنت بما به عارف. فما أجمل نعلم أن هذه القبلة هي والله حياة لكل مسلم وهوية وعنوان. القبلة كذلك يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي إلى جهة بيت المقدس. وبالمناسبة دكتورنا وإخوتي وأحبة المشاهدين، هذه الأمة من خيرية هذه الأمة أنها صلت إلى القبلتين، إلى بيت المقدس وإلى الكعبة، وهذا لا يوجد في أمة غير أمة محمد. وحتى الشيخ محمد في يتبادل الذهن في السؤال: فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يصلي في مكة بعد أن فرضت الصلاة في حادثة المعراج وقصة المعراج. ومن عظم هذه الصلاة فرضت فين؟
السماء. عند سدرة المنتهى سبحان الله. أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح عساه ما يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. عندما فرضت الصلاة كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان من حب النبي إلى هذه القبلة وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي له. لما ذهب إلى المدينة ما توجد الكعبة بين يديه، فأخذ النبي يقلب بصره في السماء وينظر إلى السماء ولسان حاله يتمنى أن تكون قبلته الكعبة، فالله تعالى ينزل على نبيه تلك الآيات التي فيها من جبر الخواطر، جبر الخاطر. يا إخواني ترى جبر الخواطر عبادة وقربة، اجبر خاطر أهلك، زوجتك، أولادك، جيرانك، إخوانك، فالله تعالى جبر خاطره بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك إلى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما أجمل أن نعلم أن الله تعالى عندما أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام إلى جهة القبلة جهة الكعبة، إنما ذلك لأمور. الأمر الأول لبيان خيرية هذه الأمور الأمة، لبيان منزلة النبي عند ربه قبلة ترضاها. ترضاها يعني تبادل الذهن، لما قال نرضاها؟ نعم، تحبها يا محمد، ترغبها، كما فعل مع إبراهيم عندما أذن في الناس بالحج يأتوك، يأتوك وليس يأتوننا. نعم، وهذا أيضا فيه بيان منزلة إبراهيم عند ربه وكذلك منزلة النبي عند ربه سبحانه وتعالى. والنبي يحب هذه القبلة فوجهه الله إليها، ولسان حال كل مؤمن عندما يتوجه إليها أن يعلم أن الله يحب هذه القبلة ونبيه، ولسان حاله يقول أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أني أحب ما تحب. التوجه إليها تعظيم الله. تعظيم شعائر الله. إذن السؤال هنا فضيلة الشيخ، هل هي أفضلية أم سنية؟ يعني هل نقول إحنا والله الأفضل أن تستقبل القبلة ولا مسألة سنة؟ أحسنت يا حبيبي، هذا سؤال مهم جدا يا غالي. أولا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، إذن هي في حالات شرط وفي حالات سنن، عند الدعاء، عند ذبح الذبيحة، من صلى إلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، كذلك عند الدعاء، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، إذا أتيتم الغائض أي قضاء مكان قضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تفل يعني لا تكون أمامي ولا في ظهري، نعم لا تكون أمامي ولا خلفي، شرقوا أو غربوا. وهذا من تعظيم، اختلف العلماء إذا كان في حائل أو غير حائل، أقول عظم التعظيم يجعلنا حتى في بيوتنا نشرق أو نغرب، هذه قبلة يا جماعة الخير، هذه نتوجه إليها في الصلاة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تفل إلى القبلة فيأتي يوم القيامة وتفله بين عينيه، هذا إذا كان يصلي، وهذا يدل على عظم ترهيب شديد. نعم، عظم هذه القبلة عند الله سبحانه وتعالى. بل كذلك سيد الأماكن والمجالس التي تكون قابلة القبلة، يعني جهة القبلة، إذن في حالات تكون شرط استقبال القبلة كصحة الصلاة. كذلك الله تعالى جعل هذه القبلة لنا أحياء وأمواتا، أحياء نصلي إلى جهتها وأموات نتوجه عند الصلاة، عندما يصلي علينا الناس يوجهون إلى جهة ماذا؟ القبلة، وحتى في القبر يوجهون إلى جهة ماذا؟ القبلة. وهذه إشارة أن من كان نصيبه وحظه عظيم إلى جهة القبلة، إذن هذه بشارة خير بإذن الله تعالى أنه سيكون له منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى وقدرا عظيما وهداية، لأن الله تعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكذلك هذه القبلة هدى للعالمين، هي هداية للناس. والله يا دكتور من وقف ولو كان في آخر نقطة في العالم في الدنيا ووقف إلى جهة القبلة يجدها قريبة كأنها بين عينيه بين يديه، يبث إليها وعندها، وطبعا لله لكن عندها وجهتها، يبث أحزانه، همومه، آلامه، دعاءه، حاجاته، ويجزى الله تعالى، ما يحس بطول المسافة أبدا، ما يشعر ببعدها لأنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما من مسلم يتوجه إلى جهة القبلة إلا تجده توجه إلى
مقاصد عظيمة، مقاصد عظيمة شرعية ومقاصد دنيوية ومقاصد معنوية. نعم القبلة حياة، والله حياة، التوجه إلى جهة القبلة حياة. بعض الناس إلى يومنا هذا يا دكتور إذا جاء يعقد عقد بيع يتوجه للقبلة، إذا جاء عقد زواج يتوجه للقبلة، إذا جاء يدعو يتوجه للقبلة. بعضهم يعني من حبه وشوقه وتعظيمه كان إذا جاء يأكل أو يشرب يتوجه، طبعا هو ليس واجب لكن هذا يعذر من جهته أنه من حبه وتعلقه، وإن لم يكن واجب وإن لم يكن سنة، لكنه كانوا السلف يعظمون هذه القبلة ويعظمون هذه الكعبة. وأكيد يا شيخ هذا التعظيم له شأن عظيم، يعني نعم. الحديث حتى في قوله تعالى أيضا نعم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقل القول، قال ابن عمر أو غيره من الصحابة. طيب يا شيخ إذن لي إذن لي يا شيخ محمد نخلي قول ابن عمر بعد الفاصلة. أبشر وكيف الجعبة الكثير عن موضوع القبلة فيها كمان قصة بإذن الله تعالى. نعد السادة المشاهدين، أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد والحديث الماتع مع الشيخ محمد سليم الصبحي عن القبلة. حياك الله شيخ محمد. أهلا وسهلا حبيبي. شيخ محمد قبل الفاصل كنا نتحدث عن القبلة، هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. نعم صحيح. وقلنا أنه في هذا الموضوع قول عن ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهما، وأحاديث كثيرة عن السلف عليهم رحمة الله تعالى. في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالوا شعائر الله البيت أي الكعبة. ما أجمل أن نعلم أننا عندما نتوجه إلى القبلة فيه تربية لأولادنا، سبحان الله، فيها تربية نعم لأهل البيت وحتى في المساجد فيه تربية أننا أمة واحدة، كلنا نتوجه إلى القبلة أمة واحدة. كأنك تلمح شيخ الانضباط، كل الانضباط الاجتماع، الاجتماع، الانضباط، الوحدة المسلم مع أخيه المسلم. تجدنا في الخمس صلوات أمة واحدة نتوجه إلى هذه القبلة بكل عبودية، بكل توحيد، بكل إيمان، ولسان حالنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل وأنت بما به عارف. القبلة هي الباب إلى المناجاة، الباب إلى الدعاء، الباب إلى بث الهموم والأحزان. القبلة هي عنوان المسلم، القبلة هي حياة المسلم، القبلة هي شعار كل مسلم يتوجه إليها ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وهي محبوبة لدى يعني أي واحد يسافر يخرج من أهل مكة أو من مكة يذهب يقول أنا من أبناء مكة من جهة القبلة من جهة الكعبة، يختلف الموضوع، تجد له تعامل خاص وحقيقة تجد له مكانة خاصة. طب بناء على كذا يا شيخ محمد إيش دورنا إحنا كمكيين في موضوع القبلة؟ أولا نعظم هذه الجوار، جوار البيت، نعظم الجوار من جهة أن نكون قدوة للآخر الذي يقدم إلى، قدوة في صلاتنا، قدوة في أخلاقنا، قدوة في تعاملنا، قدوة في تعظيمنا لهذه القبلة. كما أن الناس يتوجهون القبلة أيضا أعينهم تتوجه إلينا، إلى أخلاقنا، إلى تعاملنا، فأعينهم منعقدة بأعيننا، فالحسن عندهم ما أحسننا والقبيح عندهم ما تركنا. لذلك نحن لابد أن نكون قدوة للآفاق، قدوة لكل من ينظر إلينا، خاصة وأننا لابد أن يكون للقبلة أثر علينا. سبحان الله، القبلة ومكة يا دكتور مغناطيس جاذب. الله، مكة ليس فيها نهار تجري وليس فيها ثلوج وليس فيها أجواء وأهواء وأدواء، إنما فيها ماذا؟ القبلة. الله، ما هو الأفئدة؟ يعني استشعار شيخ محمد كل المليار ذول ينظروا إلينا في خمس مرات في اليوم على أقل تقدير، هذا الاستشعار يحتاج وقفة يا شيخ محمد، يحتاج وقفة. أولا نذكر، معليش تسمح لي نذكر قصة، كيف أن رجل أول من توجه إلى القبلة حيا وميتا. سبحان الله. نعم، البراء بن معرور له قصة، تسمح لي فيها دكتور؟ تفضل تفضل. البراء بن معرور له قصة عجيبة. طبعا البراء بن معرور من
الخزرج، البراء بن معرور هو من أهل البيعة، بيعة العقبة، ثانية وسيد من سادات قومه، له مكانة، أوتي قوة في البيان، أوتي عقلا راجحا، قولا سديدا، رجل مطاع، سيد مطاع. البراء بن معرور لما أسلم وبايع النبي أمرهم النبي أن يتوجهوا في الصلاة إلى بيت المقدس، لكن وهو في المدينة وكذلك عندما جاء للبيعة رفض أو أبى، قال والله ما أعطي هذه القبلة وهذه، ما أعطي هذه الكعبة، أعطيها ظهري أبدا. سبحان الله، في المدينة قال والله ما أعطي. الأمر في ذاك الوقت كان البيت المقدس، لكن من حبه ومن شوقه ومن تعلقه بهذه الكعبة قال ما أعطيها ظهري أبدا. فكان الصحابة أهل المدينة الأوس والخزرج يصلون إلى جهة بيت المقدس وهو يصلي إلى جهة إيش؟ الحرم، القبلة، الكعبة. سبحان الله. ولما جاءوا للبيعة في الطريق، حتى في الطريق يا براء صلي معنا، قال لا أصلي، ما أعطي هذه البنية أبدا، ما أعطي هذه الكعبة ظهري. وإذا قدمنا مكة نسأل الرسول. فلما وصلوا إلى مكة جلسوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو وكعب بن مالك. فسألوا رجل من أهل مكة أين محمد؟ قالوا عند الكعبة. قال تعرفوه؟ قالوا ما نعرفه. قال تعرفون العباس؟ العباس عم النبي كان يمر على تجارة، يمر على المدينة. نعم. قال نعم نعرفه. قال الرجل الذي بجواري هو محمد. محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا وجدوا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بجواره عند الكعبة عند القبلة. هنا وهم يقدمون عليهما قال النبي للعباس تعرفهما؟ قال العباس نعم. نعم. قال الأول البراء بن معروف سيد قومه، والثاني كعب بن مالك. فقال النبي الشاعر؟ قال فوجدت في نفسي شيء من التكريم والتعظيم. النبي يقول الشاعر أنزل الناس منازلهم. أحسنت، يا سلام عليك، أنزل الناس منازلهم. وهذه نحتاجها حقيقة. يا سلام. ننزل العلماء، الأدباء، الفقهاء، الحكماء، الأمراء، ولاة الأمر، أصحاب المكانة والمنزلة، ننزلهم منازلهم. أن لا أن يكون بيننا وبينهم سخرية واستهزاء وتنقص، وهذا والله ليس فعل العقلاء. نعم. إنما فعل العقلاء أن ننزل الناس ماذا؟ منازلهم، منازلهم. نعم. وأن نعطيهم قدرهم وحقهم، هذا فضل من الله تفضل عليهم. ولا ينتقص أحد هؤلاء إلا في قلبه مرض حاسد. ألا يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري إلى من أسأت الأدب؟ أسأت إلى الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. هنا لما قال له الشاعر انبسط. هذا كعب رضي الله عنه. كيف؟ نعم. النبي يقول عني الشاعر الله. لأن كانت هي وسيلة إعلامية في ذاك الزمان. سبحان الله. فسأل كعب وبراء النبي، قال يا رسول الله هذا البراء بن معروف سيد قومه في الطريق إليك كان يصلي إلى جهة القبلة ويقول والله لا أعطيها ظهري. فقال له النبي شوف ادعو إلى سبيل ربك بيش بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يعني ما قال أنت خالفتني وأنت من أولها، من أول إسلامك تبدأ تعصيني. لا 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 لا. سبحان الله. قال له قول عجيب يا دكتور، والله تقشعر منه الأبدان. الله. قال لقد كنت على قبلة لو أنك صبرت. الله. يعني أنت خلاص على قبلة بس أصبر. قمة التوجيه. سبحان الله. قمة التوجيه، قمة النظرة البعيدة. أيضا هذه من دلائل نبوته، وفعلا الله وجهه إليها عليه الصلاة والسلام. قد نرى تقلب وجهك، وجهك إلى السماء، فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد. هذا فين نزلت؟ في المدينة. ويقول لكعب عند الكعبة أنت كنت على قبلة بس لو أنك صبرت. فتوجه بعد ذلك، يقول للبراء فتوجه بعد ذلك فين؟ إلى بيت المقدس. لكن البراء يعني في ذاك الوقت التزم حقيقة لما نعم سمع لكن أصبر في يوم مات، لأنه مات قبل قدوم النبي المدينة بشهر. الله. قلبه معلق بالقبلة بالكعبة. عند موته قال وجهوني إلى الكعبة، وإذا دفنتوني دفنوني جهة الكعبة. الله. سبحان الله. إلى القبلة. عنده شوق. فكان عجيب. أول من صلى إلى القبلة البراء، وأول من توجه إليه حيا وميتا البراء بن معرور. لا إله. وقبل أن يموت قال ثلث مالي لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة، وأول من تبرع من أهدى ثلث ماله
للنبي البراء بن معروف رضي الله عنه وارضاه. الحب يحتاج الى افعال. اي والله. الى اعمال. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعل. انت تحب الله ورسوله يا توجه الى القبلة. صحيح صدقت. وخاتمه صراحه جميله. النبي صلى الله عليه وسلم، معلش خلنا اختم بها، النبي لما قدم المدينه سال على البراء، قالوا مات رسول، قال دلوني الى قبره، فصلى عليه ودعا له وقال يا رسول الله يعني اهداك ثلث ماله، قال مقبوله ووقع اجره فردها على اولاده. سيد الاوفياء عليه الصلاه والسلام. لذلك اقول يا اخواني ما اجمل ان نتوجه الى القبله احياء حتى يختم الله لنا بخاتمه حسنه فنتوجه اليها اموات، وكذلك تكون هي قبلتنا حتى عند القبور، وتكون باذن الله القبله سبب من اسباب السكينه والطمانينه والخشوع واستجابه الدعاء. التوجه الى القبله عنوان المسلم، التوجه الى القبله حياه المسلم، التوجه الى القبله لا شك انها هويه للمسلم. اذا وجدت رجل يصلي لجهتك تقول هذا ايش؟ مسلم. انها القبله، وما اجمل القبله، وما أجمل الحديث عن القبلة. الحديث عن القبلة والله حديث عن حياتنا وعن عشقنا وعن شوقنا وعن قبلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ محمد، شاكرين لك. وأنا شاكر لك. يعطيك العافية. أسأل الله تعالى في ختام هذا اللقاء أن يحفظ المشاهدين، يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته ويستعملهم في طاعته، ويحفظ بلادنا وأرضنا وقادتنا وقيادتنا، ويحفظ قبلتنا، وأن يجمعنا ولا يفرقنا، ومن أرادنا وبلادنا وقادتنا بسوء أن يصرفه عنا يا رب العالمين. ولا يدع لكل من يشاهدني الآن، ألا يدع له ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا عليه إلا قضاه، ولا محزونا إلا أسعده، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، وأن ينزل علينا الرضا والقناعة، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله. آمين. وإيانا وإياك يا شيخ إن شاء الله. وكذلك أعزائي المشاهدين، عظموا مكة قبلتكم أحياء وأمواتا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. متى اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. متى اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، كالكون زينه